بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي اخواني، اليوم ان شاء الله احنا على ابواب عيد الاضحى. طبعا اليوم التحدي الكبير ديال مدينه الدار البيضاء، وهو اننا ان شاء الله نخرجوا نهار ثاني عيد بمدينه الدار البيضاء نقيه، ما فيهاش ولا ازبال ديال العيد ان شاء الله. هذا هو الميساج الكبير اللي بغينا اليوم نوصلو. طبعا الشركه ديال الدار البيضاء البيئه يعني تجندت بواحد الشكل كبير وكبير جدا من اجل انجاح هذه العمليه. اليوم كاين ان شاء الله العمليه غتبدا نهار قبل العيد ونهار العيد ونهار ثاني عيد. اليوم تحيه اجلال وتقدير لعمال النظافه، لانهم ما غاديش يعيدوا، غادي يشتغلوا وغادي يشتغلوا طيله الايام الثلاث، يعني 24 ساعه على 24 ساعه كاين عمال النظافه اللي غادي يجولوا مدينه الدار البيضاء. 880 شاحنه اللي غاداش تحبس طيله يوم العيد وثاني عيد، باش ان شاء الله ما تكونش عندنا نفايات اللي غادي تبقى وغادي تعطينا اضرار. حنا كنعرفوا على ان السوائل ديال الذبح كتكون يعني سوائل اللي كتعطي واحد الرائحه ماشي مزيانه، وبالتالي ما بغيناش هذا الشيء يبقى في مدينه الدار البيضاء. اليوم يعني لو ميساج متوجه لجميع ساكنات مدينه الدار البيضاء، نرفعوا التحدي كاملين كبيضاويين على ان مدينتنا ان شاء الله نهار ثاني عيد تكون مدينه جد نقيه بحال ما كانش عندنا العيد. هذا الشيء باش غادي يكون بواحد المجهود، بواحد التحسيس. الشركه قامت بواحد المجموعه ديال يعني الاشياء اللي خرجت اليوم، شاحنات اللي كدور، كاين وسائل الاعلام اللي مساعديننا، وحنا كنشكركم جزيلا على هذا التجند اليوم، لانه هذا الشيء كله لصالح مدينه الدار البيضاء. طبعا عمال النظافه كيف قلت غادي يخدموا 24 ساعه على 24 ساعه، 5050 عامل نظافه اللي غادي يشتغلوا في هاد الثلاث ايام، فحنا خصنا نكونوا حتى حنا انسانيين ونخموا لهم. يعني الكيس راه توزعات مليون كيس اللي توزعات بالمجان على صعيد جميع مقاطعات. اليوم راه معايا بعض رؤساء المقاطعات هنا حاضرون اللي حتى هما متجندين على صعيد المقاطعات من اجل انجاح هذه العمليه. الغرض طبعا وهو الساكنه توضع الاكياس اللي وزعنا على صعيد المقاطعات، غادي يوصلوهم كاملين، يتوضعوا هذوك الاكياس يتسدوا بهذوك السوائل ديال الاكباش ويتوضعوا داخل الحاويات. الله يخليكم ما يحطيوهمش في الارض، ولان لو كاميون راه غادي يدوز مره وجوج وثلاثه واربعه طيله اليوم، باش ما نخليوش تراكم ديال الازبال. هذا تشالنج، لان الدار البيضاء مدينتنا كبيره ومدينه اللي بغيناها جميع، بغيناها تكون مدينه نظيفه، ما بغيناش يكون نفايات اللي غادي تعطينا روائح اليوم الثاني ديال العيد. فالله يخليكم، يعني اي واحد فينا هنا حاضر يوصل الميساج للاخر والاخر والاخر، لان كنا بيضاويين كنا كنبغيو مدينتنا. هذا عمل انساني، عمل تطوعي، وعمل طبعا اللي غادي يكون فيه تلاحم الجميع، لان مسؤوليتنا جميع. ما كتبقاش مسؤوليات مجلس مدينه الدار البيضاء. اليوم مجلس مدينه الدار البيضاء داير واحد العمل جد جبار، وهنا كنشكر السيد نائب الرئيس اللي ساهر بيرسونيلمون يعني منذ ايام وهو متجند على هذه العمليه اللي بغيناها تنجح، وراه بلا بكم ما غاديش ننجحوها. حنايا كنا اليوم
ما كاينش رئيس ما كاينش، كلشي رؤساء ديال مجلس مدينه الدار البيضاء كنا مسؤولين اليوم باش ننجحوا هذه العمليه. وان شاء الله انا واثقه على جميع البيضاويين كيف ما كتبغيو مدينتكم تكون جميله غادا تكون نقيه، وهذا تشالنج. نبغي الصحافه يوم ثاني العيد تخرج وتشوف في جميع احياء، تمشي للبرنوصي، تمشي سيدي مؤمن، تمشي لعين السبا، تمشي حي محمدي، تمشي الانفا، يعني غادي نلقاو نفس يعني نفس الجوده ديال الخدمه ان شاء الله. نقدروا على ان رجال النظافه خصنا نحييهم وتحيه كبيره ونساعدهم في العمل ديالهم، ما نخليوش شي حاجه اللي تضر بهم لانهم انسان ومسكين هو كيف ما قالوا، راه دوك القطيبات ما غادي ياكلهم حتى ل 12 د الليل. عملية التحسيس لا أظن أنا أول مرة، هذا العام كانت تكتيف، ولكن دائما عملية التحسيس كانت يعني منذ مجيء الشركات الجدد واحد العمل جد جبار كيتقام، وخير دليل هو أن كنا فرحانين في السنوات اللي فاتت على جودة الخدمة. هذا العام بغينا تجند المواطنين، يعني الشركة كتقوم بالعمل ديالها، مجلس المدينة أيضا بغينا المساهمة ديال المواطنين المغاربة والمواطنين البيضاويين على الخصوص، بغينا كل واحد يكون مسؤول على نظافة مدينته. اليوم كنقوموا بواحد العملية تحسيسية اللي بدات أظن هذه واحد 3 أيام ولا 4 أيام، بدات درنا دي ستوند اللي تحطوا في المساحات الكبرى بحال مرجان ولا أسواق السلام ولا جميع المساحات الكبرى، حطينا فيهم دي ستاند مع دي زانيماتور اللي كيشرحوا للبيضاويين وكيعطيوهم أكياس، كيفرقوا أكياس. كما قلت هذا العام هذا هذه السنة هذا كما قلت حيت يوم العيد راه كيعرف الجميع بأن النفايات كتضاعف، كدوز من 4500 ل 4600 في الأيام العادية، اللي كتولي في جوغ موانجي ليلة العيد كتولي 6000 حتى 7000، نهار العيد كتطلع 9000، ونهار نهار ثاني عيد كتطلع 13000. لهذا جندنا جميع الوسائل، لا من شاحنات اللي دوبلناها دابا وصلنا ل 900 شاحنة اللي غادي تجون جميع انحاء الازقه ديال الدار البيضاء وشوارع الدار البيضاء لنظافه مدينه الدار البيضاء، والاليات كتراكسات ولا العمال حتى هما ضعفناهم. باش نتذكروا على العمال، هذوك الناس راه كيقوموا بواحد العمل جبار مساكن، راه هما الابطال ديال نهار العيد. حنا راه كنبقاو جالسين نعيدوا مع والدينا ومع عائلتنا، وهما مساكن كيخرجوا باش ينظفوا لنا مدينه الدار البيضاء. لهذا قمنا بهذه العمليه التحسيسيه، هذه الحمله هذه باش نشرحوا للبيضاويين ونقولوا لهم يتعاونوا ونتعاونوا مع ديك الناس حتى هما باش ننظفوا وتكون مدينه الدار البيضاء نظيفه. لهذا كنحث البيضاويين باش هذوك الاكياس اللي غادي نفرقوا واحد المليون كيس اللي غادي نفرقوا في جميع المقاطعات واللي تفرقوا على الجمعيات وجمعيات المجتمع المدني باش يديروا فيهم ديك النفايات ويسدوهم ويحطوهم في الحاويات. هذه مهمة بالنسبة لنا، كما كنقول غادي يكون واحد السيارات اللي كتجوب جميع المقاطعات اللي كتحت وكتحسس البيضاويين باش ينظفوا ويديروا في الأكياس ديك النفايات ديالهم. ومن غير هذا الشيء هذا راه قلت راه بأن ضوبلنا عدد العمال وعدد الشاحنات، وهذا مهم بالنسبة لنا، نتمنى ونتوفقوا إن شاء الله، ولكن البيضاويين راه خصهم يعاونونا، راه حنا كنا مدينة الدار البيضاء كتجي. اولا الشركه ديال النظافه قدموا المنح، هي سبقوا لهم منحه العيد، عطاوهم منحه العيد كلهم وسبقوا لهم وخلصوهم في الصاليرات ديالهم، واخا كنا باقيين ما مخلصينهم خلصوهم هما. هذا مهم بالنسبه لنا، وحتى حنا اللي دافعنا باش يعطيوهم منح ديال العيد، كانوا كيعطوها لهم ديما ولكن قلنا لهم يعطوها لهم قبل ما يتخلصوا، راه داز لهم خلاصهم. زين العابدين امهل رئيس مصلحه التحسيس بشركه التنميه المحليه الدار البيضاء للبيئه. على غرار العالم الإسلامي كيحتفلوا المغاربة وسكن الدار البيضاء بعيد الأضحى في أجواء روحانية واجتماعية خاصة، إلا أن الملاحظ هو أن كمية النفايات كتضاعف في هذه الفترة ديال العيد، واتقنا السنة الماضية حوالي 27000 طن خلال 3 أيام، أي 3 أضعاف الكمية المعتادة في الأيام العادية. من أجل ذلك سطرت جامعة الدار البيضاء وكشركة كازا بيئة واحد برنامج عمل متكامل وشامل كتضمن عدة محاور. أولا تسخير أكثر من 880 شاحنة وأكثر من 5400 عامل نظافة، كذلك غادي نقوموا بعملية تعقيم المصليات والمساجد اللي تقام فيهم صلاة العيد، وكذلك يوم العيد وثاني عيد نقوموا بتعقيم نقط جمع النفايات عن طريق وحدة السلامة العمومية التابعة لكازا بيئة. كذلك غادي تقوم شركة كازا بيئة بتنظيم حملة تحسيسية شاملة ومكثفة
على مستوى المقاطعات 16 التابعة لجامعة الدار البيضاء. هذه الحملة التحسيسية كتضمن قافلة صوتية، كذلك غادي نهيئ واحد الفضاءات لتوزيع اكياس بلاستيكيه على مستوى الاسواق الكبرى، وغادي نحاولوا نتعاونوا مع مؤثرين اجتماعيين في مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك غادي نقوم اشراك جمعيه المجتمع المدني في عمليه توزيع الاكياس البلاستيكيه، كذلك غادي نستغلوا اللوحات الاشهاريه والشاشات الكبرى على مستوى تراب جامعه الدار البيضاء. القافله الصوتيه غادي تجوب جميع احياء مدينه الدار البيضاء بمعدل سياره واحده في كل مقاطعه. هذه القافله الصوتيه بدون توقف من 9 صباحا حتى 9 ليلا. هذه القافله الصوتيه كتثبت واحد رسائل اللي كتضمن السلوكات البسيطه اللي خاص المواطنين يتابعوها نهار العيد. اولا انهم الاكياس البلاستيكيه اللي توزعت عليهم بالمجان من قبل جماعة الدار البيضاء أنهم استعملوها لجمع النفايات الأضحية. هذه أكياس بلاستيكية يسدوهم بإحكام ووضعوهم في القلب ديال الحاوية ماشي حداها. ثانيا بالنسبة للناس اللي كيقوموا بعملية تشواط ديال الريوس في الأحياء، أنا كنطلبوا منهم أنهم مخلفات يطفيوا هذاك الجمر ديال العافيه، ما يلوحوش الشاعل باش نتفاداو باش ما يشعلوش دوك العافيه في الحاويات ديال الازبال. كذلك كنطلبوا من المواطنين انهم بغينا نركزوا لهم هذا الميساج، هو انهم يستعملوا اكياس بلاستيكيه، بغينا الدار البيضاء تكون نقيه في ظرف قياسي 24 ساعه. المواطنين اللي التزموا معنا غير يستعملوا اكياس بلاستيكيه، حنا من جهتنا حنا ككازا بي او كجماعه الدار البيضاء حنا مستعدين ان نرفعوا هذا التحدي. بغينا الساكنه الدار البيضاء ترفع هذا التحدي ان يوم ثاني عيد تكون الدار البيضاء نقيه كان لم يكن شيئا من النفايات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.